أهلين، السلام عليكم. اليوم اللي فات شفت شخص أجنبي منزل أنك تقدر تطبع طباعة حرارية على كياس الورقية، فحبيت أني نجرب الشيء هذا، مش عارف يصير منها ولا لا. المهم خلينا نخش في الفيديو بسرعة. طبعا هذه الصورة نزلتها من موقع بنترست، درت عليها ألف مبروك التخرج عشان نجرب الطباعة. هنا قلبتها قلب أفقي عشان تطلع مواسبة التالي في الطباعة. هذه الورقة سحبتها توا، طبعا طابعة إبسون، حبر حراري فيها، مش الحبر العادية، حبر حراري. هذا كيس اللي نطلع عليه. درجة الحرارة، طبعا درجة الحرارة 365، والوقت درت 45، لأن 50 و60 والله يعني الكاغط حسيته قريب ينحرق. أنا هنا الكيس لقيت فيه زي التانيات شوية الكيس، فديت له قطعة ورق مقوى ولا حاجة، يعني كرتونة، ورق كرتونة، فحطيتها في نص الكيس، حطيتها في نص الكيس عشان لما نطبع ما تطلعش الطباعة متنية. المشكلة الوحيدة ممكن الوقت، بس لأنها تاخذ، حسيت أنها تاخذ في وقت طويل، بس كل كيس قريب يبي دقيقة، هيك 45 ثانية قريب دقيقة باش تطبع عليه. هذه الحاجة الوحيدة ممكن، بس قصيت من الورقة شوية باش تجي في نص الكيس. عدلت المكان بتاعها. ما تنسوش تديروا لايك واشتراك للقناة، هيك وسينا. الضغط ما تخليش الضغط متوسط، ما تخليش لا قوي لا ضعيف، خليتها في الحاشية علشان ما ينحرقنش. هدينا السيور اللي فوق، قلنا درجة حرارة 365، الوقت 45 ثانية، وانت تزيد جرب بعد تالي. هذه طلعت معايا كيف كملت طباعة. في الاول طلعت الحق ما شاء الله، الحق الوان كاملة. انا حولت الورقة الكرتون اللي داخل، شوف الصورة كيف طلعت معايا ان شاء الله بجديات النتيجة. فيها شوية زي كهربا كيف اللون على قياس التنوءة. هذا كياس تاني جربته في شهر رمضان. تنسوش ديروا لايك واشتراك للقناة.